مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد وطأة الحر في البلاد، شهدنا في الأسابيع الأخيرة حالات عديدة لإصابة أطفال بالتسمم نتيجة لدغات أفاعي وعقارب، وقد برزت منطقة النقب من حيث عدد الحالات بسبب المميزات الجغرافية للمنطقة ودرجات الحرارة العالية. ولنقاش هذا الموضوع تنضم إلي ضيفتي عبير بخيت، مستشارة ومرشدة أمان في مؤسسة بترم. أهلا بك عبير. عبير، ما أسباب يعني ازدياد حالات اللدغات، وإلى أي مدى تسبب هذه اللدغات التسمم؟ اوكي، اول شيء مساء الخير لك مريم. مهم لي بس انوه على شغله صغيره، انه مش دائما الحالات اللدغه بتسبب لتسمم، في جزء منها بسبب، في قسم ما بسبب لتسمم، بس اللدغه نفسها هي طبعا جدا خطير، ممكن تسبب كمان لاصابه، وكمان لاصابه اللي هي خطيره عند الاطفال خاصه. اول شيء بهمني اقول، انت سالتي من وين الاسباب؟ الاسباب هي بجمله جدا بسيطه، من سلوكنا الغير امن. من سلوكنا الغير امن احنا ننتجه بحياتنا، ان كان ببيوتنا، ان كان بخارج بيوتنا، ان كان بالشارع من درجات الهوائيه ومن حوادث الطرق، ان كان كمان بالطبيعه لما نطلع بمشاوير على الطبيعه مع الاطفال مع الاولاد، وان كان كمان اليوم عم نشوف كمان بالكورونا كيف احنا عم نتعامل مع الموضوع. السلوك الغير امن هو بيؤدي الى اصابات ولاضرار كثير مؤلمه مرات، كمان بالذات عند اطفالنا وعند الاولاد وكمان حتى عند البالغين. بفكر هذا سبب جدا كافي احنا كثير مهم نحط ايدنا عليه ونحكي احنا اجى الوقت نحن نبلش نتبنى ونتبع سلوك امن. طبعا يعني عبير، احنا في عز الصيف يعني، وفي عائلات ايضا بعد الحجر يعني، في عائلات عم تطلع اكثر الى الطبيعه والى البحر، يعني ما هو السلوك الامن؟ يعني ماذا يتضمن السلوك الامن الذي تتحدثين عنه؟ حلو. أول شيء بداية مهم كثير قبل ما نطلع على الرحلات والجولات، كثير مهم نطبق التوصيات الأمان، كثير مهم إنه قبل ما نطلع المشوار نحكي ونشرح للأطفال وين إحنا رايحين، شو إحنا شو راح يكون في هناك، نقعد معه نشرح له على المخاطر الممكنة، طبعاً مش بطريقة تخويف بس بطريقة أكثر رفع وعي، بطريقة إنه ناخذ مسؤولية من باب الحرص والتوعية. طبعاً في عندي كثير توصيات أحكيها، اللي هي بداية أول شيء نختار مسار، نختار منطقة آمنة، نعرف نستشير مرشد سياحة، كثير مهم نعرف وين احنا رايحين وهل هذا المكان اللي احنا رايحين عليه هل هو مناسب لجيل الأطفال اللي احنا معنا أو لا، هذا بداية. كمان كثير مهم انه ارتداء أحذية مناسبة، أنا بفضل طبعا بوط عالي كثير مهم، لأنه اللي نطلع مرات احنا بحذاء مفتوح طبعا جدا خطر، لما نحكي عن زواحف ونحكي عن أفاعي ونحكي عن عقارب اللي موجودة بهي المناطق، فاحنا كثير مهم نحن نلبس كمان حذاء يكون عالي ويكون طبعا مسكر. كثير مهم كمان نلبس بناطيل طويله، لانه احنا لما احنا نلبس بناطيل طويله او بلوزات حتى مش كثير مكشوفه حتى على الايدين، احنا هون عم نحمي من تلامس مباشر للزواحف مع معانا احنا مع اجسادنا مع اجساد اطفالنا. نعم، هي توصيات للكبار وللصغار على ما يبدو. عبير، في حال يعني، ما هي الخطوه الاولى في حال تعرض طفل للدغه؟ ماذا يجب ان يفعل في الوقت الذي يتم لدغه؟ اوكي، بدايه اول شيء كثير مهم نحاول قد ما بنقدر قدر المستطاع نصور الزاحف اللي تم اللي مقام بلدغ الطفل او لدغ البالغ، ناخذ صوره، انه لما انا باخذ صوره وبفرجيها بعدين للطاقم الطبي بيقدروا هني كمان يساعدوا، بيقدروا هني يقرروا مدى خطوره اللدعه اللي اصيبت الطفل او البالغ. وطبعا كثير مهم بوقتها كمان نرفع تليفون، احنا كلنا اليوم عائلاتنا اللي عندها اكيد يا صديق او ابن عائله اللي هو طبيب او ممرض او مسعف، ناخذ منه استشاره، بس اكيد نتوجه سريعا على المستشفى حتى ناخذ العلاج الطبي. بس في كمان شيء كثير مهم مريم ازيده، انه كثير مهم كمان نعطي ارشادات لاطفالنا حتى واحنا موجودين بقلب المشوار، واحنا كمان موجودين بهذا المكان الخطر، كيف اولادنا تتعامل، كيف ابنها كيف سلوك هيكون كمان اثناء المشوار نفسه، ان هن ما يدقوا حجاره، ما يقلبوا حجاره، لو تحت الحجاره عاده بتكون الزواحف موجوده، ما يدخلوا على اماكن مسكره، مثلا يحطوا ايديهم مثلا بين الصخور او يحطوا ايديهم مثلا بين الجذوع، يكونوا موجودين كل الوقت بالقرب من الاهل، يكونوا دائما عينيهم عليهم، يكون في مراقبه فعاله كل الوقت اتجاه الاطفال حتى نقدر نحميهم من انه يكون من مجرد شوي انه يتعرضوا لاي مخاطر من اي زاحف. هي مسؤولية كبار وصغار كالعادة. عبير بخيت، مستشارة ومرشدة أمان في مؤسسة بترم، شكرا لك.